العيال حاولنا نودوا العيال، العيال رفضت تماما دخول المدرسه. قالوا احنا مش رايحين مدارس، قالوا احنا مش رايحين مدارس، مش عايزين مدرسه تاني. طب يا حبيبي ليه؟ قال الوضع اللي احنا عليه ده هو مش هينفع، هيروحوا 4 أو 5 كيلو، هيرجعوا المسافه دي كلها، العيل اللي بيجي تعبان بينام مش بيذاكرش. طب الوضع ده هو هو مدرسته ما بيذاكرش ومش هينفع ومش هيرجع. يبقى هو كده تروح المدرسه افضل. اولياء الامور خافوا على اولادهم، عملوا انقطاع للعام الدراسي من اول، لحين وصول صوتنا للمسؤولين اللي هم ممكن يهتموا ويكون عندهم ضمير يبص على مشكلتنا. عيل يمشي في الحراره ده هي 5 كيلو أو 4 كيلو رايح جاي، علاوة على ذلك طريق سريع بترع بمصارف، يعني العيل معرض لأي خطر ممكن يقابله في الطريق. فأنا بقعد قدام المدارس المدرسة دي وقام ما رضيش تروح المشوار بعيد 5 كيلو، العيل طفل ده 5 سنين 6 سنين هيمشي 5 كيلو 5 كيلو يروح 5 كيلو من هنا لغاية المدرسة الثانية، متبهدل العيال متبهدل، لو قاعدة قدام المدرسة متلكعة ما حد سأل فيه، ما حد سأل فينا خالص. الطلبة بتوضع عليهم حاجات من السطح غير مصبوغ خرساني، مصبوغ ما معمول فرش أبلكاش، زاد انه فيه حاجات زواحف بتظهر على الطلبة وبتسقط عليهم على الأدراج وهم قاعدين. مش مدرستنا عشان فيها تنانين، فيها حاجات تلمسنا، فيها بصوت تقع علينا، فيها روب يقع علينا، وعايزين المطالب الشرعية تتحقق، زي مدرسة نظيفة، زي صرف صحي نظيف، زي مية نظيفة. المدرسة فيها طوب بيقع وفيها تنانين وفيها حاجات مش هنقدر نتعامل فيها. الوحدة المحلية قالت أنا نجيب لكم أوتوبيس ب 30 جنيه العيل، مضمينة معاه 30 جنيه، نفرض نفر معاه ثلاث عيال، معاه منين 30 جنيه يدفعوا؟ يمكن أنا نقدر، في غير يقدر، في كتير ما يقدرش، نسبة 80% ما تقدرش تدفع 30 جنيه دي. وإحنا عاوزين بس تبني لنا المدرسة ومش عاوزين أكتر من كده. يعني إحنا بيقولوا لنا هجيب لكم باص وكده، إحنا مش عاوزين عربيات. لو قلنا يعني كل عيل واحد يدفع 30 من فين مثلا، يعني احنا 6 عيال يعني كل عيل عليه 30 جنيه نجيب من فين مثلا؟ عايزينها توصل لوزير التربية والتعليم، وعايزينها توصل للرئيس السيسي نفسه يهتم بالناس دي. احنا كقرية اكتر من 10,000 نسمة، ما فيش حد يبص علينا خالص من المسؤولين. تحت البلد مهجورة ودليل قرار ازالة من السنة الماضية، وحاليا ربنا اكرمنا براجل متبرع بيقوم ببناء المدرسه دي على احدث مستوى. الراجل طالب بس يخلصوه من الاداريات اللي هي بتاعت هيئه الابنيه وما شابه ذلك، وكان لي لقاء مع السيد المحافظ وتم الموضوع وكل حاجه، قال خلصوني من الاداريات وانا اتولى موضوع المدرسه دي وكلفني كيفما يشاء. عاوزين المدرسه بتاعتنا تتبني، عاوزين العيل يروح ويجي في امان. النهارده انا مش بنخلف وبنربي وبنصرف ونكبر عشان العيل يطلع يعمل له حادثه او يموت او يضيع مني في لحظه عشان يضرب. موضع امرنا ليك يا رب، يبقى بلاش عيال وبلاش قرايه وخلي عيالنا قاعده هنا. كان ده هيرضي المسؤولين في محافظه اسيوط سنه. كان هيرضيهم يبقى احنا خلينا قاعدين.